بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها يا رب. نعود للتفسير، ولكن قبل ما نبدأ بالتفسير يعني نعطي ملاحظة. في فضائية مصرية نشرت يعني خبر. الصوت مش واضح، ألقيت واضح؟ يقول الصوت مش واضح، شو رأيك؟ لا هاي طيب. اذا في هذه الفضائية قلنا في خبر، ولانه بخصنا عشان هيك يعني بعض الاخوة قال لابد من تعقيب على المسألة، اللي هو الخبر بخلاصته انه في شخص اسمه بسام الجزار، ويبدو انه اللي كاتبين له ما هو بيعرف شو اللي بيقرأ. ما هو هذه بتظنوا انتم الاخبار بتكون يعني بعدها المذيع؟ لا، بتعدها بكون شو، فهو مش بيعرفش الشخص، فبدل ما يقول بسام الجرار شو قال؟ الجزار. طيب ماشي، منيح اللي يعني انه هذا بسام الجزار عنده بحث. خلاصة هذا البحث ايش؟ انه يعني تحرير فلسطين راح يكون على ايد السيسي. تحرير فلسطين على ايد السيسي، وانه قضية 2022 اللي بتعرفوها انتو. طب ما هو قال بسام الجزار مش الجرار، طب شو عرفنا انه بقصد احنا؟ لانه هو قال مركز نون في فلسطين، يعني مركز نون. وانه احنا بنبشر الناس بانه السيسي راح يحرر فلسطين ب 2022، معناته راح يمتد حكمه ل 2022. شو بالله هالضربة هاي؟ وبحكي ايه؟ اقول لك بدناش يحرر فلسطين ويصرف، مش لازمنا تحرير فلسطين اذا على ايده. طب انتم بتستغربوا الكذب الان. طب ما احنا قبلها بدا، مش الدرس الماضي، اللي قبله، ما احنا ذكرناه بسوء الرجل، وياما ذكرناه بسوء السيسي، صرنا بنقول انه طب ليش بكذبوا هذول؟ جيد، الناس يبدو مش ملاحظة عدة امور. الامر الاول، يعني ما معنى انه كل الدول العربية بدون استثناء ممنوع يكون الحاكم مختار من قبل الشعب؟ العالم كله حتى المتخلف منه صار يختار حاكمه ما عدا بلاد العرب. ليش طيب؟ طب هي صدفة يعني؟ هي صدفة؟ أي واحد. ثم لما الناس بدها تثور وتطالب بحقوقها تقتل، والعالم كله يتآمر لقتلها، شو القصة إذن؟ إذن مين هذول اللي على الحكم؟ مين هذول اللي بيحكموا؟ لاحظوا المسألة بتشبه ما يلي، انه زي ما تقول مزبلة ومطمورة بالتراب، واجى حدا حركها. لما حركوا وبحش شوية شو طلعت؟ طلعت الغازات والروائح الكريهة. هذا واقعنا. الثورات شو عملت هي؟ هو في ناس بظنوا انه الوضع القائم الان هو نتيجة الثورات. ابدا، اجت الثورات حركت فبينت شو طلع؟ كل الوسخ هذول كلهم كاينين وسخين، التقدمي والرجعي والثوري وكله هذا، اللي ما كانش يفكر بعمته كله هذا جاسوس. بس ايش ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. أعداء الأمة، وبالتالي
نقدر وقتها نفهم مش معنى كل الأمم تتقدم وهذه الأمة بتظلها مرهونة يعني للاستعمار وبيفتحوا الباب كمان لتدخلات من هنا وهناك. كلهم مجرمين، حتى اللي كان يبدو لكم قادة عظام وكلام، شو كلام؟ كلها هزائم، ما شفناش نصر، كلها هزائم على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي. ثم الجوكة كلها اللي بتحيط حولهم كاينة من أتفه ما يكون، اللي شفتوه الآن في الإعلام المصري والسوري وغيره اللي بتشوفوه، هذا هو اللي كان يخدعكم زمان وتضمنوهم ناس محترمين، بس أجت ظروف بيّنوا على حقيقتهم. بس تظنوش انه تغير شيء، هي مزبلة وحركوها، تحركت هيك طلعت، هذه حقيقتها. وهي من هذه اللي بخصنا هالخبر هذا اللي احنا بنقول، قال عن السيسي انه بده يحرر فلسطين، السيسي بده يحرر فلسطين، ليش؟ ما هو اوسخ من اليهود، هو اذا كانوا لابد، يعني انا بشهد انه اوسخ من اليهود هو، واسوأ، وبتآمر على البلد، ولو كان يهودي اللي بحكم مصر ما بيبيع مصر ولا بيحرق، ولا بيحرق على فكرة، بيحرقوا مصر قاعدين، وبكون على فكرة في اتفاقيات بايعين المناطق وبيحرقوها، بايعين مناطق بيحرقوها حتى كمان مشان ما يعوضوش اهلها. عصابات سافلة، واياكم تظنوا انه سيسي، هذه انه تنوضع الشغلة في شخص، يعني انو شخص هو السيسي بيثبت في الحكم بدون هالناس اللي حوله هدول، يعني العسكر اقصد، العسكر اللي اعدتهم امريكا لفترة طويلة وكانوا يروحوا يتدربوا هناك، والتفاصيل في كثير من الدول العربية على فكرة، بتدربهم بريطانيا وبتدربهم امريكا وبتدرب وبعدين احنا منظنهم نشوفهم بيحكوا عربي وكذا لاخره، وهم اعداء لك. هو السيسي، يعني السيسي لو مات السيسي، طب ما هو قبل السيسي، قبل السيسي المجلس العسكري شو كان يعمل؟ وعبين ما اضطر في النهاية انه يعني يعمل، اذا في لا، هي عبارة، وهذا الكلام اللي في كل بلد، في سوريا ما هوش الأسد، ومش بكرة يعني السيسي هذا يموت بجلطة مثلا يقولوا خلص هاي خلصنا، أنا خلصت. إذا القيادات العليا هاي بقيت تظلها موجودة، القيادات العسكرية العليا انسى، فيش خلاص للأمة، فيش ولا في أي بلد، لأنه هذه أنظمة جاسوسية، يفهموا علي، حتى اللي بتشوفوهم، حتى اللي بتشوفوهم في إعلامهم معك انسى، هذه سياسات، هذه سياسات ولعب، وما بنشوف الا ذبح في الامة، بتدخل هون ما بتدخل، فيش شيء، وكلهم بتآمروا، وانتم على كل، هذا كويس، كل انكشف واثريته كله من زمان، من سنين ومن عشرات السنين، والسفلة هم اللي بيحكمونا في كل البلاد، بس الان اجت مفترق طريق، ولابد انهم يبينوا، ولابد انهم يكونوا واضحين، وبالتالي صاروا واضحين في عداء الله ورسوله وعداء الناس واثريتها عصابات ومجرمين ولا اخلاق ولا قيم، مش الرؤساء بس، لا، واللي يعني السيسي يروح يزور بلاد، انو اللي بحافظ على الحكم في مصر؟ بروحوا بيجيبوا، انو اللي ماسك، يعني انو اللي شخص بيمسكه بكرة يخدعونا، يغيروا السيسي فرضا، لا، وهم طبعا صعب يغيروا لعلمكم، وكل الاشاعات اللي بتسمعوها اخرى شوي بسقط، وبيقولوا عنه مريض وزايل له كم هذا عشان ايش؟ حتى الناس تقول نستنى عليه، يلا هيو مريض كمان 6 اشهر بموت، وهيو كذا وهيو كذا، وهي 2022 كمان وهي 2022 كمان بده يحرر ايش؟ بده يحرر فلسطين. ويا ما ناس كنتوا تحترموهم انتوا على مستويات مختلفة، سواء فوق ولا دقلة، كنت اكتشفت انهم صعاليك بمعنى الكلمة، اعلاميين وساسة ومفكرين وقادة احزاب ومشايخ من الكهنوت، ولا بالكم هذول اللي بيطلعوا لنا بمعزوفة لا يجوز الخروج عن الحاكم، انو حاكم هذا اللي لا يجوز الخروج، هذول اللي بيحرفوا دين الله وبزعموا انهم بيستندوا الى احاديث شريفة وبخونوا الله ورسوله، وهم شايفين انه هذه الحكومات معادية للدين وتبيع الاوطان ويكون لها قواعد عسكرية لاعداء الامة وبتبيع الامة، قال لك لا يجوز الخروج على الحاكم، هذول كهنوت برضو بيخدعوك، وانتو شفتوا كثير منهم كيف الله كشفهم، ما بقي واحد مستور، ولقدام شوي كل بيكون واضح، والامة في النهاية على فكرة
هذه المقدمة الضرورية لخلاص الأمة. المقدمة الضرورية انك تعرفهم كلهم كله بما فيه المشايخ الكهنوت هدول اللي راضي اللي الواحد فيهم مبسوط طبعا انه هو منافق للحاكم وبيعيش العيشة ها وبيشتري عطور وبيلبس لي اواعي وكذا اخيرية ولا يجوز الخروج على الحاكم. هالخونة هدول اكبر خونة وبيسموا حالهم ايش بيجتهدوا في دين الله ولا يجوز الخروج على الحاكم وهم فاهمين انه متفق الامة ومجمعة على انه الحاكم اذا حكم بغير ما انزل الله يجب الخروج عليه مش يجوز ولكنهم خونة وكهان ها واضلهم الله وكشفهم وانتم بتشوفوا عوراتهم وفي منهم حتى صار يقفز على شريعة الله بعد ما انفضحوا صاروا يحرفوا في دين الله وانتم سمعتوا بعضهم وهو يقول للجيش اقتلوهم اذبحوهم ها وسمعتوا اللي بيقول يجوز الزنا وكذا وهذول اللي بيقولوا لا يجوز الخروج على الحاكم هذول كمان بيكشفهم الله وبوريكم كيف انهم اعداء القرآن واعداء السنة كنت قال لك كيف هم حافظين هاي السنة وبيعرفوا مشايخ ولحاهم ومقصرين الدشاديش والعطور اللي بيستوردوها اشي تمام معجبتهم ايوة والبقع اللي بتكون في لا في الجباه هاي ما فيهم وفي غيرهم اه معجبتهم حياة الملوك اللي بتفتحوا لهم الابواب ها آه؟ وبيبيعوا بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين هذا هو السيسي احنا بنقول عنه بحرر فلسطين ولا بيبيع مصر بحرر فلسطين ولا بيبيع مصر هذا اللي بيبيع قاعد الان وكل يوم بتقرأه طب عجيب مش خايفين من هالشعوب هم قاعدين صاروا الان بكل وقاحة ما هم طالما شايفين الشعب المصري ساكت بيبيعوا الى ما لا نهاية طالما ساكت كن ناس قالوا لك طب شوف شو صار الثورات لا هذول اللي ثاروا هم اللي بيخلصوا اللي ثاروا وحملوا سلاح هم اللي بيخلصوا وهم اللي بيحققوا الخلاص واللي بيظلهم ساكتين هم اللي بيظلهم تحت الاحذية ومش هيك ومش بس بتنحرق دورهم وتنتهك اعراضهم وتباع بلادهم وبيموتوا في المجاعات خليهم بيموتوا في المجاعات طالما ساكتين على هذول الناس اللي بدهم يحرروا فلسطين في 2022 على كل 2022 هي باذن الله مش مسألة لعبة هي احنا ما بنقولش 100% لكن لو قلت 98% صح 98% صح وهذه هي المقدمات على الفكرة اللي انتم شايفينها في العالم والتغيرات وانكشاف كل الناس السافلكة الله قال لكم من نعمتي هيها افهموا انا طلعت لكم اياها من كله هيكم شفتوهم اعلاميين ساسة عسكريين مفكرين مشايخ رؤساء احزاب كله قومي مش قومي كله طلعوا الرجعيين الساعة هم يعني الرجعيين والخوانة طلعوا يا حليلهم اثريتوا التقدميين واليسار والكذا هذول اسفل واسفل بايعينها هذول من كله بس لما نقول احنا يعني قوميين يعني مش انه كل واحد اللي شفناهم لما نقول يسار مش كل واحد اللي شفناهم يعني اللي كانوا يحملوا الكذابين والمنافقين وكما قلنا هي احنا يا ما تحدثنا انهم بقتلوا هالأمة لعلها تقول الأمة انه يا عمي خلينا نضلنا ساكتين وكأنها الدنيا يعني خالدة وكأنهم الصحابة ما قتلش منهم في ارض المعركة 80% لكان الصحابة كان يقولوا خلينا ساكتين ما ينقتلش منهم في ارض المعركة ويستشهد 80% في الاحصائيات والدراسات اللي عدة مرات قلتها 80% من الصحابة اللي تركهم الرسول قتلوا في ارض المعركة ما قبلوا الذلة وخرجوا لتحرير العالم ما نحررش انفسنا وبيجيبوا لكم اخبار الدماء وما دماء وشوفوا شو بصير وكذا حتى الناس شو تقول برضو شو تقول هي كويسة على فكرة انهم بيضطروا احيانا الاعلام هذا يجيبوه بفيد يعني الناس بتشوف وفي نفس الوقت هم لعلهم يلقوا في قلوب الناس الرعب شوفوا ها اللي بثور شو بصير فيه وانظمة كم بتقول لك هاي احنا منساعد واحنا مكذا واحنا مش راضيين واحنا ومنشوفش الا ايش مش شايفين اشي ولكن كما قلت هاي مثلا سوريا شوفوا شعب خارق ومش راح يسكت خارق في مقاومته وفي رفعه للسلاح وبيهزمهم الان في معارك وشفتوا لما ضربوا حلب ايش عملوا وكيف انتصروا وكيف سحقوا الوية
وعلى فكرة على قضية السيسي، السيسي برضو بعد كتيبة لسوريا تقاتل، وأسر منها ناس وقتل منها أعداد، وجابوا مقابلة مع أسير من جماعة السيسي بعث وين، قالوا له شو جايبك أنت هون، قال أنا جبت مع الكتيبة اللي جت هون. بيبعث كلهم بيبعثوا. ليش بيبعثوا؟ هذول سفينتهم واحدة، هذول طول عمرهم بيبدو لك انهم مختلفين، وزراء الداخلية دائما بيجتمعوا بنسقوا مع بعض، ومع اسرائيل كلهم، تمام، كلهم بيشتغلوا هذا الشغل وبيجتمعوا، ولكن وبيبدو لك مختلفين. مشان ايش؟ مشان برضو يضعوا حواجز بين الامة والحدود وغيره، وكل واحد فيهم هو اللي على حق، ومختلف مع جاره، ومتفقين وزراء الداخلية وكمبيوتر واحد بينهم وبين اسرائيل كمان، وانت بتعرفوا مثلا، بتعرفوا الاردن مثلا كمبيوتر واحد مع اسرائيل، هو بس الاردن يعني هذا هو السيسي اللي بده يحرر كما قلنا في 2022. دائما حتى ذكره يا سبحان الله، يعني ما هو تافه كثير على فكرة، تافه، ولذلك مش هو اللي بحكم. بوش في زمناته غبي على فكرة، بوش الابن غبي وتافه من التافهين، بس اللي بيحكم مش هو اللي ورا هذول. ولذلك ولد صغير يوم حطه على ما هو اصلا المكي حسين لما مات سيده كان عمره 16 سنة، قعد سنتين عليه وصاية، بعدين ابن 18 صار ملك، هو اللي بيحكم، ابن 18، وقال انه ما بصير احنا لما تجوزوا بنت ال 18، هذه بنت ال 18 حرام صغيرة، بنت ال 18 تزوجها صغيرة في القانون، اما ملك ابن 18 بحكم الملك، ليش لا، اما تجوزوا يحكم بجوز، اتجوز لا، بصير 18 كان ملك على الامة، وهو ابن 16 كانوا من 16 ل 18 في عليه وصايا، هذه نظم، على فكرة ماسكة بعضها، ولا بقاتل السيسي في سوريا ليش؟ ببعث جنوده بقاتل في سوريا، وبقاتل في القاهرة كمان، وبقاتل في القاهرة، وبقاتل في الصعيد، وبقاتل في سيناء السيسي. ليبيا قاتل في ليبيا، ماشي. لكن المهم هذه المقدمة الضرورية حتى الناس تخلص، انه تكون الامور هيك مكشوفة، والله فاضحهم، وكل يوم اذا بتلاحظوا بتورطوا في مصائب اكثر وبنكشفوا للناس اكثر، وحتى اللي بأيدهم شو بصير بنفض عنهم. بيكفي هذا. علاقة الاسم هم، ما هو هذه من تفاهتهم، قال يعني عبد الفتاح حسين، هو عبد الفتاح حسين السيسي قال 19 حرف، يا الله الاعجاز. طب ما هو معظمكم، احسبها بتلك 19، معظم اللي قاعدين هون نسبة اعلى نسبة، هو قال عبد الفتاح، ما هو شوف هذول اسمين من عبد الفتاح حسين قال السيسي 19 حرف، يا الله يا الله. ما هو كيف بدأتوا تحسبوا انتوا كل واحد اسمه؟ اللي طلع اسمه 19، والله اذا ما كانش الثلاثي الرباعي يرفع لي ايده، اللي طلع 19 ان ما كانش الثلاثي الرباعي يرفع ايده اشوف، يلا اشوف مستحيين. طيب، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.